مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. النهارده سكتش جامد، كنت مع مجموعة العيال مع الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واحد، اثنين، ثلاثة، بديش كده. شهرين هنكون معاهم النهارده يوم العرض. سكتش بانك عاملين النهارده عرضين في يوم واحد، عرض وسوسه اللي صورناه معاهم في البروفات، والعرض الجديد ده ماشيين، والنهارده هنكون معاهم في الكواليس. طبعا انت عامل ليله كبيره وهتعمل فيها عرض وسوسة وعرض جديد زماشين. زماشين. طب كلمني عن الليلة بقى من أولها لآخرها. الليلة كتوتال كده عبارة عن ببتديها بفقرات عشان نريح نفسنا، بس يعني الدنيا كلها يعني الجمهور يخش يلاقي قرآن، هي أهم حاجة. حد هيطلع يقول في ناس، في ناس متخصصة كمان، ناس واخدة نجم الأزهر كذا مرة، ويعني لا ناس متخصصة جدا في مجالها. احنا بس عشان حبينا نعمل الليلة دي يعني كويسة فجبنا ناس كويسة جدا. فجبنا قرآن، بعديها هيبدا ابتهالات، ناس يعني الناس ترتاح بس شويه، بعديها عاملين فقره غنى، ناس برده متخصصه جدا. ناس متخصصه جدا. طيب في الحوار دول ناس معروفين ولا شباب زيكم؟ يعني شباب زينا في اول حياتهم. شباب زينا في اول حياتهم بس معروفين. معروفين يعني. الفولورز بالنسبه لهم كتير جدا الحمد لله. طيب طبعا انا شفتك في فرق قبل كده وشفتك على المسرح، بس انا اول مره اشوفك مع فرقه محمد عبد الوهاب يعني. فانا عايز اعرف انت انضميت للفرقه ازاي. مفيش، هو انا كنت بعمل انتحار كتير وعارف دخلنا مهرجانات وبتاع، فمحمد كان عامل كاركتر اسمه الراوي بتاع، ففي هو باند 6 هو عمل كاركترات ممكن تكون زياده شويه،
رحت اشتغلت مع اشتغلت معاه وبتاع، عملنا شغل حلو. لا فرقه محمد بصراحه عمل شغل حلو جدا يعني. والنهارده ريون كامل يعني، مش عرض واحد بس يعني، حفله فقرات وبتاع، وفي عرضين برضو انا فيهم في الاثنين. انت في العرضين؟ في العرضين. طب حجم الدور بقى في العرض، انك اصلا ممثل قبل كده واشتغلت. اول واحد العرض الطويل محور دور محوري. العرض الثاني برضو يعني تقريبا دور زي بقيه الادوار يعني، هو عرض قصير يعني ثلث ساعه. ما هي عروض عروض محمد بس العرض الطويل. لا العرض الطويل هو ساعة ده محوري يعني. بس انا الراوي بتاع الحكايه دي كلها. بس انت مبسوط بالشغل؟ لا الحمد لله، محمد بجد فرقه والعرض حلو جدا. جدا 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 يعني، بس ربنا يكرم. طب انا عايز اعرف ايه اعمالك الجايه بقى يعني، انت انا عارفاك من زمان، فعايز اعرف ايه عندنا في انت حر مهرجان افاق باذن الله في العيد او في الوقفه على حسب يعني. بس ومحمد باذن الله في اعمال تانية، وفي عندي في فرقه اكتاف عندي عرض اسمه بني زوار يعني. انت مكمل سيدي. مع محمد باذن الله ان شاء الله. مش العرض الاول؟ لا لا يعني باذن الله يكون في اعمال تانية ان شاء الله. افتح الستار عم خليل. سان يلا سولي سولي. الستار بفتح. مساء الخير. مساء الخير. أحب أعرفكم بنفسي سريعا. أنا معترف. مش عليكم طبعا الله إثم معترف. بالبلد يا جماعة أنا الراوي بتاع العرب. نبذة بسيطة عن حياتي الاجتماعية. أنا رجل 40 متزوج من أجمل وأرق فتيات العالم. معديري من أكثر فتيات العالم. حبيبتي ربنا يخليها وأشوفها بتولع قدامي. المهم عندي مؤلفات كثيرة جدا في السوق. أنا كاتب وشاعر ومؤلف وراوي وعاقل حبيبي. عندي مؤلفات كتيرة جدا في السوق، بس في بعض الإشاعات المغرضة بتقول عليا مختل عقليا. ده منظر مختل عقليا؟ ده منظر مجنون؟ يا جماعة ما علينا. المهم ألفت كتاب جديد اسمه تماشين بورتفوليو بالمعنى قد الزمن. نخش في أهم واحد في الرواية، بطل الرواية يا جماعة، بطل الرواية مان ولا سوبر مان. وعاملين عرض اسمه زي ماشين. العرض ده تأليف محمد حمد اللي معايا في البند، ودراماتورج واخراج انا يعني، راسم فيه استعراضات وحاجات جميله جدا يعني ان شاء الله. ده العرض الجديد بتاعك؟ ده نقله باذن الله، نقله كويسه جدا في المجال ده ان شاء الله. طيب انا عايز اعرف ايه الفكره ان انت تجيب فقرات او تجيب مواهب تانية في الليله بتاعتك يعني؟ هل ده فعلا عشان انت بتقول الناس لسه ما اول ما تخش نوريهم حاجه كده، ولا انت ليه غرض تاني؟ ليه غرض تاني خالص، اللي هو ايه بقى؟ وجه الاستفاده يعني. بحيث يعني انا جاي لي جمهور مثلا، سي مثلا جاي لي 300 واحد، ده يعني اهو احنا ممكن نطلع مع بعض، هو مثلا ممكن يجيب 20 فانا استفاد ال 20 هو يستفاد ال 300 وهكذا. بتساعدوا بعض يعني، بنساعد بعض مع شباب بيشوفهم وجمهورهم بيشوفك. انت كموهبه تمثيل وعندك فرق. بالظبط هو ده اللي بس. طيب جهزت الليله ازاي؟ جهزنا الليله دي بنجهز لها من حوالي 3 4 شهور. 3 4 شهور مفحوطين بروفات وحاجات يعني. العرض ده اساسا واخد مننا بروفات حوالي 3 شهور لوحده. بالنسبه للفقرات احنا جمعنا الناس واتفقنا على تيكتات وحاجات كتير جدا. ده غير ان في ناس يعني ناس كويسه جدا، استاذ محمد كريم، لا ناس تقيله، ناس تقيله شويه يعني. بتدعمك؟ لا تدعمني نفسيا مش اكتر. نفسيا. لكن الـ يعني الليله كلها تجهيز بند سكتش بس، عباره عن 6 افراد يعني مفحوطين حرفيا. بنطبقنا بالاسبوع وحاجات الحمد لله، بس ان شاء الله تطلع على خير ان شاء الله. طيب قول لي بقى انت عملت دعايه ازاي للعرض بتاعك؟ دعايه ازاي؟ عملنا سبونسر على الفيسبوك وكلمنا ناس تسويق، سوقت لنا شويه على الانستجرام والتويتر والحاجات زي كده. فان شاء الله يجي لنا جمهور كويس يعني ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للدعايه بقى، الناس اللي معانا انا بديك تيكيتات بس انت ليك فيهم نسبه. بتشتغل مع الناس بالنسبه؟ بالنسبه يعني مثلا لكل 10 تيكيتات 20%، فدي نسبه كبيره وكويسه في للطرفين. لا انا ازعل ولا انت تزعل، بس يكون الطرفين بالظبط. وفي نفس الوقت هو يستفاد بالظبط، وكل ما تبيع ازيد ليك ازيد. سمحتوا يا جماعه انا عايز اتحرك بسرعه.
عند كرابين محتاجين. يا عم اقعد قلت لك جاي في الطريق. دايما بيطلع. راؤول انت جوه؟ رانا لازم نغير الدكتور ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه طيب انا جيت عند التحليل. فين بقى اللي يتحنن؟ انا هو يا دكتور. اقعد انت. ايه ده؟ انا بصحى نافد. مين ده؟ فين اللي يتحنن؟ هو يا دكتور هو ده. محنطة الأمل. هلا هنقدم قربان لرع. لرع بسم الله. أول حاجة تعملي للتحميد إنك إيه؟ يعني أنا مقصود إنها اللزقة. اللزقة برافو. ما سجلتش في البي دي إف. لازم. أول حاجة في عملية التحميد إنك تلزق المتحمل، ودي اسمها عملية التلزيق. اتفضلوا لزقوا. طلع لي تلزيق. تلزق. اتفضل. ماشي. بس انت لقيت بقى في مبيعات بقى والناس بتبيع؟ اه في شويه الحمد لله، يعني في اقبال جميل يعني شويه الحمد لله. يعني مثلا احنا في ناس كتير كلمناها قالت لنا احنا هنجي لك على البوابه. معظم الجمهور قليل شويه جاي على البوابه. فده كويس يعني، احنا برضو محتاجين ناس. ان شاء الله احنا يعني بنتمنى يكون كومبليت النهارده. ان شاء الله. طب انت ليه اخترت مسرح رومانس؟ مسرح رومانس بعيدا عن ان انا مثلت فيه من صغري، يعني انا بادئ من 2011. بعيد عن ان انا مثلت فيه من صغري، من قبل ما يتجدد وبعد ما اتجدد. الناس دي كلها يعني اللي ماسكين المسرح، استاذ مصطفى سليم ده حبيبي جدا، بطوط، الناس اللي ماسكه المسرح ماما صحابي جدا. فاللي هو يا جماعه انا عايز اعمل ليله وعايز اعمل عرض وحاجه كويسه، خلاص يا عم شوف احنا مع بعض وهنظبط الحوار كله. بيساعدوك عموما؟ معايا على طول. احنا بنقعد مع بعض كتير، غير ان الخشب دي انا بحبها جدا، يعني خشبه مسرح رومانس ليها معزه عندي خاصه، يعني حاجه زي كده. بس طيب قول لي ديكوراتك بقى وملابسك، شغلك بقى اللي انت ايه كمخرج عملته جوه البند. هقول لك على حاجه، شايفه الحاجات اللي متعلقه دي كلها؟ دي احنا اللي عاملينها، مفيش حاجه الا بايدينا احنا، احنا ما عملناش حاجه بره خالص. كل حاجه بايدينا، بتنظيمنا احنا بكل حاجه، يعني حتى البنرات اللي احنا جايبينها قماش احنا اللي راسمين عليه. من الساعه 6 الصبح لغايه بعديها بيومين بنرسم وبنتعب. حتى اللبس احنا اللي مفصلينه. لبس الشخصيات بتاعتنا، لبس الشخصيات كلها احنا عباره عن يعني سكتشات كتير في المسرحيه دي. عاملين فيها اللبس بتاعنا كله احنا اللي عاملينه. معنى كان ممكن انت تاجر، ما اعتقد الموضوع يبقى بالنسبه لك اسهل. الموضوع يبقى اسهل، بس بالنسبه لنا بنحب الشغل الجماعي بايد، يعني الشغل اللي بالايد بيطلع مريح جدا. جدا. ان انتوا تعملوا يعني كل حاجه بايدكم. بالظبط. يعني بيقولوا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن، احنا عملنا ده، فربنا يسهل يعني. Thank you.
كل الخلائق ينظرون إلى المجد ليرتقوا، أما نحن فننظر إلى الارتقاء بمجدنا. ازيك؟ الحمد لله. انت جديد على البند صح؟ بالظبط. لسه اول عرض يعني منضم ليهم؟ لسه، قلت اجي اساعد حمو، عرض عليا الفكره وقلت اشتغل معاهم والدنيا تمام. يعني الموضوع بدا اصلا من انتوا كنتوا اصحاب؟ احنا اصحاب من زمان، بقالنا فتره كبيره. وجيت اشتغلت معاه وعرض عليك؟ هو طلبني ان انا اجي اشتغل معاه، دخلت معاه كذا بروفا، ما خدتش القرار الا لما اجرب شغله الاول. ان انت تشوفه؟ بالظبط. فدخلت وجربت معاه كذا مره ولقيت ان الشغل معاهم مريح، فقلت مش عيب ان انا اساعدهم حتى لو هطلع بحاجه صغيره يعني. بس وانت اصلا ممثل؟ من زمان، بقالي 3 سنين او 3 سنين ونص. وشغال قبل كده اصلا وجيت؟ عملت كذا عرض مع فريق اكتاف، وعملت مع فريق فكره، وعملت مع استاذ احمد سيف سيد الصاوي. يعني لفيت لفه كده على فرق هو كتير، واديني مكمل اهو في فريق اكتاف. بص، هو انا لفت نظري من اول ما دخلت شكلك كل انت لابسه، فانا عايز اعرف بقى انت جاي منين. انا دلوقتي المفترض ان انا كنت هخلص عسكريه تبع الجامعه الساعه 3:30 في حته اسمها نيو كايرو في التجمع الخامس دي. بعد التجمع الاول اكتشفته يعني. فالمفترض ان انا عشان ما اتاخرش على حمو ان انا اعمل معاه شويه حاجات تيست كده، فجيت زي ما انت شايفك جاي باللبس على هنا على طول. انت شكلك بتتعب جدا، واصلا انت شكلك تعبان من ما انا ما نمتش امبارح عشان ده اول يوم عسكري، هو تقريبا هو اختار اليوم المفضل بالنسبه له يعني. الحمد لله. طب جاهز للعرض؟ ان شاء الله. يعني انا اكيد اول ما اطلع الخشب وشي مش هيبقى كده، يبقى حاجه ثانيه، احاول اعمل مكياج. طب استعداداتك ايه يعني؟ خلاص هو فاضل تقريبا العرض ساعه، ساعه ونص، استعداداتك ايه من دلوقتي؟ انا بالنسبه لي ان انا شايف ان هم مرتاحين، وده مريحني انا اصلا نفسيا. فعلا مفيش تنشن، مفيش تنشن، تحس ان هم اساسا واخدين على الخشب ده بيتهم تقريبا، فده مساعدني. وانا عملت معهم كذا بروفا، فمش محتاج اصلا ان انا يعني، هو مسافه ما يقول لي العرض هيبدا اقول له خلاص انا جاهز. محمد، دي تاني طبعا قاعدة لينا. انت النهاردة كاتب عرض جديد للبند بتاعك. النهاردة تعرضوا العرضين الاتنين من كتابتك انت وتأليفك انت. طيب كلمني بقى شوية عن العرض الجديد. العرض الجديد بيتكلم عن ان شاب اخترع آلة، تمام، بتحولنا لعصور، بترجع بينا لورا
في عصور كذا عصر مختلف. وفي الاخر بيتكلم ان هو لما بيجي يقدم الحاجه ما بتتقبلش. طب يجي يقدمها لايه؟ للمراكز مثلا اللي بتتبنى الحاجات دي. ايوه الحاجات اللي زي كده. يجي يقدمها ما بتتقبلش، ففضل كذا مره يقدم كذا اختبار يقدمهم قبل كده، لغايه بقى ما ايه جاله رد من اليابان ان هم عايزين. بس قلبه بقى ما طوعوش ان هو يسيب بلده وكده، فهيكمل فيها. بس طيب ايه الرساله اللي انت عايز توصلها من العرض؟ ان الشباب اللي هو كل مره يقول لك انا هسيب البلد وبتاع، لا بلدك اولى بيك. يعني انت كمحمد حامد شايف لو انت جات لك فرصه بره انت مش هتقبل؟ يعني انت حابب من انت من الحاجات اللي انت بتكتبها او اللي انت بتالفها توصل حاجه، يعني حاجه فيك انت كمحمد، عشان توعي مثلا الشباب الثانيه ان انتوا لو بلاش، وان انت البلد دي احسن من غيرها؟ لا مش على احسن من غيرها تمام، بس اللي هو ايه، لا انت اعمل كل حاجه عندك هنا وطلعها حتى لو احبطوك. لان الحوار ده عدى، يعني عديت بيه كتير. لو انا عامل حاجه لا ما تعالى بعدين لغايه ما. بس الواحد لما يروح كذا مره مثلا او يحاول يوصل حاجه ليه ويتقال له بعدين يجيله فرصه مثلا ثانيه، هو لما بيصدق يمسك فيها. فاهمني؟ ما انا عايز اقول لك ان ما بجد والله مهما طلعنا بره ما هتيجي تبقى حنة للبلد دي والله. يعني انت مقتنع تماما ان هنا يعني احسن، انت تشوف نفسك هنا احسن ما تشوف نفسك بره. ايوه والله دي حاجه كويسه ان في حد فعلا من الشباب بيعمل حاجه كده. طب انا عايز اعرف بقى اعمالك ايه كانت الفتره الاخيره؟ الفتره الاخيره باذن الله احنا مجهزين فيديو زي بتاع الثانويه كده. و لا ايه فيديو الثانويه؟ فهمني. فيديو الثانويه ده كنا بنشجع بيه في الطلاب بتاعه الثانويه، بنقول لهم يعني ان هو يذاكروا كده، وحتى لو احبطوك كلمات فكك منها، يعني ما تركزش معاهم. وانت انتوا كنتوا عاملينه ايه، سكتش ولا كنتوا عاملينه؟ لا فيديو إيه؟ اغنيه. انت بتغني راب؟ صح. وانت في كذا حد كمان من الباند بيغني راب؟ لا الباند كله بقى غنى في الاغنيه دي. وطلعنا في التصوير بنشجع فيه الطلاب بتاعه الثانويه، بنقول لهم ماما قالوا لك انت فاشل او جاهل، كلمات فكك منها وكمل وقادر انك تعمل. مين اللي الف؟ انا. انت كنت مؤلف الاغنيه وكلكم الباند كله كان والباند كله طالع فيها، ومحمد عبواب هو اللي اخرج الفيديو، اللي هو اصلا مخرج الباند بتاعه. طيب احنا بنعمل كل حاجه لنفسينا، بنالف لنفسينا وبنخرج لنفسينا وكده. ما عرفت. والبنرات انت اللي بتعملوها بايديك؟ انا هتشوف بقى النهارده في العرض الملابس في العرض بتاع النهارده باذن الله تشوف البنرات احنا اللي رسمينها بايدينا، وكل حاجه موجوده احنا اللي عاملينها بايدينا. طب ايه خططك تاني بعد كده؟ والله احنا ان شاء الله بنجهز لعرض جديد اسمه تالتة رابع، بس ده لسه يعني ما حطيتش الفينالة بتاعته. برضو انت تأليفك انت، وهيبقى ان شاء الله اخرج محمد ان شاء الله.